السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بلغ احمد بن خالو 65، وان له ان يحقق حلم ايام الشباب التي ولت، وان يستقر في الجبهة التي عشقها عشقه للبحر وما يجود به من سمك. كانت الجبهة واطباق السردين المشوي من الأمور التي لا تكاد تغيب عن أحاديث أحمد مع أصدقائه في مهجره هناك في بروكسل. وعلى مدى أكثر من 30 عاما ظل يؤم الجبهة لقضاء عطلة الصيف رفقة زوجته أمينة. لم يرزق الولد، وقالت ألسن في محيطهما إن المرأة عاقر، ألسن أخرى قالت إنه عقيم. يمارس أحمد بن خالو هوايته المفضلة الصيد. مع مرور الوقت صارت زوجته أمينة تشاركه تلك الهواية، تعلمت منه، وقد عاب عليه أناس من أهل الجبهة أن يصحب معه زوجته إلى الصيد. كانوا يرون كآبائهم أن مجال تحرك المرأة بيتها. تجاهل أحمد أقوالهم، تجاهلهم لما لقبوه البلجيكي، ومع مرور الوقت أمسكوا عن الخوض فيما لا يعنيهم. كان أحمد يقول لزوجته إنهم سينتهون عما يزعمونه لأن الأمر لا يعنيهم. لم تكن أمينة تقيم علاقات تذكر مع جاراتها، كن متحفظات مترددات في الانفتاح عليها. المرأة التي تنحدر من فاس تبدو أوروبية في سلوكها، وعلى النقيض منها كان زوجها حين لا يمضي إلى الصيد يجلس لساعات مع أبناء قريته وآخرين تعرف عليهم منذ أن بنى منزله في الجبهة في العام 76-900 نحن الآن في العام 8000. في ذلك العام بلغ أحمد بن خالو السن القانونية للاستفادة من منحة التقاعد، وقد رتب عاما من قبل استقراره في الجبهة. كان مشروع الطريق الساحلي مما شجعه على المضي نحو تحقيق حلمه القديم. ترددت أمينة قبل أن توافق، وقد وافقت بعد أن طمأنها بأنه لن يعارض سفرها إلى بلجيكا متى أرادت، فقد احتفظ بمنزلهما في بروكسل. في أواخر العام 2000 في منتصف دجنبر أبلغت أمينة زوجها برغبتها في السفر إلى بروكسل. كان قد استقر في الجبهة منذ 6 أشهر أو ما يزيد قليلا. حاول أن يقنعها بالانتظار إلى شهر فبراير أو مارس، ولكنها أصرت على السفر. في 20 دجنبر كان أحمد يسوق سيارته على الطريق الساحلي، وجهته طنجة من حيث ستسافر أمينة إلى بلجيكا. أقلعت الطائرة بعيد منتصف النهار. بعد جولة خاطفة في شوارع طنجة قرر أحمد العودة إلى الجبهة إلى منزله. لما تجاوز وادلاو كان الظلام قد أسدل ستره. وصل متأخرا، كان المقهى حيث اعتاد اللقاء بالأصدقاء مغلقا. لوح بيده لحارس ليلي ومضى إلى منزله على بعد زنقتين من الشارع الرئيس. لما كان يركن سيارته في المرآب لمح في المرآة العاكسة شخصا عبر واختفى. نزل من السيارة، ألقى بنظرة في الشارع، لم يرى أحدا. ربما خيل إليه أنه رأى أحدا. أغلق الباب الحديدي، عاد إلى السيارة فأطفأ الأنوار. من باب جانبي صغير نفذ إلى السلم، غرفة النوم في الطابق الأول، هي المرة الأولى التي سينام فيها وحيدا. أحس بالتعب، خلع حذاءه ووضع على كرسي معطفه الأسود، اندس تحت الغطاء، أحس بالمكان باردا في قمة الجبل ثلج. لا يدري لما مضى تفكيره إلى الشخص الذي ظن أنه رآه في المرآة العاكسة وهو يعبر أمام باب المرآب. لم يرى ملامحه، كان يرتدي لباسا بلون داكن. تساءل هل ابتلعه الظلام؟ لم تكن بالشارع إنارة، ثم نام. في الصباح استيقظ متأخرا، هو تعب الرحلة إلى طنجة ذهابا وإيابا. رن هاتفه، هي أمينة تبلغه بعد نحو 24 ساعة أنها وصلت إلى بروكسل. لم يستغرب، أنهى المكالمة سريعا ومضى إلى المطبخ ليعد وجبة الفطور.
أحس وكأن أحدا يراقبه، كان إحساسا غريبا، وسرعان ما عاوده التفكير في ذلك الشخص الذي ظن أنه رآه بينما كان يركن سيارته في المرآب. فتح النافذة، الجو بارد، مطر خفيف يبلل الأرض، لا أحد في الشارع. وفي اللحظة التي استدار فيها يريد العودة إلى المطبخ، وجد نفسه وجها لوجه مع شخص غريب. أراد أن يصرخ في وجهه ولكنه لم يقوى، ظل متجمدا مكانه يحدق في وجهه. هو الآخر لم يتحرك، وفجأة صاح في وجهه: كيف دخلت إلى هنا؟ من أنت؟ ماذا تريد؟ ظل ينظر إليه دون أن يبدو على وجهه الذي اكتسحته لحية سوداء أثر انفعال. ماذا تفعل في بيتي؟ اخرج وإلا اتصلت بالدرك. لم يتحرك، ظل مكانه كالتمثال. تقدم أحمد وأمسك بملابسه وخلخله بعنف، أراد أن يدفعه إلى السلم ويخرجه. لم يتحرك، نظر في عينيه وابتسم، للمرة الأولى ابتسم. من أنت؟ عابر سبيل. كيف دخلت إلى هنا؟ من الباب. ثم ابتسم من جديد: لا تخف، أنا لن أؤذيك، فقط أطلب منك أن تهدأ، لن أكلفك الكثير، وحين أطمئن إلى أن طريقي سالك سأغادر، لن تخسر شيئا إذا ما كتمت وجودي هنا. هل أنت جائع؟ نعم، لم أذق طعاما منذ يومين تقريبا. نظر إليه أحمد ومضى إلى المطبخ. كان المقراج قد ملأ المكان بخارا، أعد شايا وشوى قطع خبز كان قد اشتراها بالأمس، وضع على المائدة أيضا صحنا به زيت زيتون. جلس الغريب في كرسي مقابل، لما فرغ من الأكل قال له: نادني عبد الله. صمت أحمد لعدة دقائق ثم رفع بصره نحوه: من أين أتيت يا عبد الله؟ من فاس. من فاس؟ نعم. وإلى أين تريد؟ أبحث عن أمي، قيل لي إنها تسكن في الجبهة. كانت نظرات أحمد بن خالو تشي بأنه لا يصدق ما يقوله الغريب. كانت تعيش في بلجيكا، تركتني رضيعا في فاس وفرت من زوجها أبي. كان رجلا فقيرا، وكانت تحلم بحياة ترف، كذلك قيل لي. أنا عشت في بلجيكا ما يقرب من 40 سنة، ولا أعلم بوجود عائلة عادت من بلجيكا واستقرت هنا في الجبهة. ما اسمها أمك؟ أمينة. نعم، قيل لي إن اسمها أمينة. في لحظة ما أحس بأن السقف سيقع عليه، تساءل هل يكون هذا الغريب يعني أمينة زوجته؟ ثم ما لبث أن تذكر، فقد كان نسي أن زوجته عاقر. قلت إنها تركتك رضيعا وغادرت فاس. نعم، ثم رحلت إلى بلجيكا وتزوجت هناك. صمت أحمد من جديد، تساءل كيف وثق بهذا الغريب وكيف أمنه، ثم عاد يسأله، يريد أن يعرف كل شيء. ومن قال لك إن أمك تزوجت في بلجيكا؟ أبي. أخبرته امرأة تقرب إليها، كانت قد التقتها هناك في بلجيكا، وهي التي قالت إنها عادت لتستقر مع زوجها هنا في الجبهة. أنا أستطيع أن أتعرف عليها، معي صورتها التي بعثت بها إلى جدتي أمها وقتا قصيرا بعد وصولها إلى بلجيكا. كان يتكلم وهو يتحسس جيبه، أدخل يده ثم أخرجها تحمل ظرفا صغيرا، فتحه وأخرج الصورة، نظر إليها وابتسم: جميلة كانت أمي. ناول أحمد الصورة، ما أن أمسكها ونظر إليها حتى امتقع لونه وقام من مكانه: هذه زوجتي، وهي لم تلد أحدا. نعم، هي زوجتي أمينة، إنها عاقر. وقف الغريب الذي طلب أن ينادى بعبد الله: أريد أن أراها، أريد أن أراها. ليست هنا الآن، ولا يمكنني أن أصدقك، فهي لم تخبرني بأنها تزوجت قبلي، ولم تحدث لي ذكرا عن ولد لها خلفته وراءها في المغرب. كذب عليك من قال لك. والصورة؟
لم يجد أحمد ما يرد به، فتلك الصورة لا يمكن أن تأتي إلا من عندها. أحس بأنها خانته إذ كتمت عنه سر زيجتها الأولى. التفت إليه وقال له إن أمينة سافرت بالأمس إلى بروكسل. رأى أن ما يزعمه هذا الغريب يحتاج إلى تدقيق. أخذ هاتفه وركب رقما. كان الغريب ينظر إليه في هدوء. ألو أمينة؟ لم يكن عبد الله الغريب يسمع ما تقوله، وكان يود لو يسمع. قال أحمد: هل تستطيعين العودة بعد يومين؟ نعم نعم، هناك أشياء ينبغي أن نحل لغزها سويا. استغرق الحديث كل سبل الإقناع، مرة بالاستفزاز وأخرى بوعود جميلة. لما انتهت المكالمة قال له إنها ستأتي بعد 3 أيام. مكن أحمد ذاك الذي اقتحم عليه حياته من وسائل النظافة، اغتسل ومنحه ملابس جديدة. بعد 3 أيام كان ينتظرانها في مطار طنجة. سلمت على أحمد ونظرت إلى الشاب الذي برفقته، بادرها بسؤال: ألا تعرفينه؟ نظرت إليه من جديد وقالت: لا، لم أره من قبل. ستعلمين، كان قوله ذاك مزيجا من الوعد والوعيد، كذلك أولته. لما ركبوا السيارة أبلغها أحمد بأن الذي معهما في السيارة يقول إنه ولدها وإن اسمه عبد الله. تدخل الغريب: لا يا سيدي، الآن سأقول اسمي الحقيقي، أنا يونس. اسمحي لي يا سيدتي. التفتت إليه: هذه الصورة أليست صورتك؟ أمسكت الصورة ونظرت إليها مليا. نعم هي صورتي، من أعطاك إياها؟ جدتي. ألم تخلفي وراءك رضيعا حين غادرت خلسة إلى بلجيكا؟ وجد أحمد بن خالو نفسه في مواجهة لغز غامض التي عاشرها زوجة أكثر من 30 عاما كتمت عنه زواجا أول لها. أكثر من ذلك كتمت عنه أنها لما جاءت إلى بلجيكا تركت وراءها رضيعا. يتساءل عن حقيقة هذه المرأة التي منحها زهرة الشباب وأعز أيام العمر، من تكون؟ لعلها تحادثت مع ذلك الشاب الغريب الذي ادعى أن اسمه عبد الله وأنه ابن لأمينة من زواجها الأول، قبل أن يعلن لما قابلها أن اسمه يونس. لا يسمع إلا تلك الأسئلة التي تضج في ذهنه: هل حقا هو ابنها؟ هل حقا هي الصدفة وحدها التي جعلته يأتي إلى بيته هناك في الجبهة؟ صار يشك في كل شيء. كانت السيارة تدخل الطريق المفضية إلى تطوان. فكر في التوقف وإنزالهما، ثم قال لنفسه إنه سيرتكب خطأ كبيرا، عليه أن يعرف الحقائق كلها قبل كل قرار يتخذه. مع ريقه ابتلع ألما رهيبا كان يعتصره. كانت أمينة الجالسة بجانبه تنظر إلى الصورة التي تسلمتها من يونس. لم ترد عليه حين سألها عما إذا كانت تركت رضيعا لما سافرت خلسة إلى بلجيكا. صمتها ذاك سم قاتل يحس به أحمد في أحشائه. يؤلمه أكثر أنها لم تدع شيئا من كبريائها. كانت من سن عمرها 50 تلقي إليه من حين إلى آخر بنظرات خلت من كل ندم أو أسف. لزم الشاب الذي في الكرسي الخلفي الصمت هو الآخر. كان أحمد حين ينظر إليه في المرآة العاكسة يحس بأنه محرج. يأتيه من أعماقه صوت يدفعه إلى التعاطف مع ذلك الشاب الغريب الذي دخل عليه بيته من غير استئذان. لم يؤذه وكان بإمكانه أن يؤذيه وأن يقتله حتى، وأن يسرق أشياءه وماله ويمضي. لن يعرفه أحد ولن يشك فيه أحد. في مدخل تطوان حاجز للشرطة. خفف أحمد السير ثم توقف. تقدم شرطي نحو السيارة ونظر إلى الوجوه التي بداخلها، ثم أشار إلى السائق بالمرور. نظر أحمد في المرآة، لم يكن الشاب خائفا ولا متوترا. قال في نفسه لو كان مقترفا جرما لبدا عليه الاضطراب.
الصمت المخيم داخل السيارة جعل صوت المحرك يسمع بوضوح. أراد أحمد أن يكسر تلك الرتابة. امتدت يده إلى راديو كاسيت وضغطت على زر التشغيل. على الموجة التي كان عليها المذياع أغنية للحسين سلاوي. بدا وقد فوجئ بأنه وصل إلى ودلو، نسي القرى التي مر بها من قبل. كل تفكيره ينصب على هذا اللغز المحير الذي وجد نفسه في مواجهته وهو في هذا السن. حسب أن سيني التقاعد ستكون من أسعد سنوات عمره. وصل عصرا إلى الجبهة، لم يكلمها ولم يكلم يونس. أدخل السيارة إلى المرآب. جاء الشاب يحاول مساعدته في إغلاق الباب الحديدي. التقت نظراتهما، هم أحمد بسؤاله ثم تراجع. كان يريد أن يسأله إن كانت هذه هي أمه وإن كان يجد في نفسه ميلا ما نحوها. ربما أتيحت له الفرصة لاحقا ليقول ما يريد. مضت أمينة إلى غرفة النوم بينما استلقى أحمد على الكنبة. في الكرسي المقابل جلس يونس. قل لي، هل هو اسمك الحقيقي يونس؟ نعم هو ذاك اسمي. قل لي يا يونس، نعم، هل أحسست بأنها أمك كما كنت تظن؟ نعم، ثم هي لم تنكر، ربما فاجأها ظهوري. في تلك اللحظات دخلت أمينة، نظرت إليه. ما اسم جدتك؟ باغته سؤالها ذاك. سعدية. وما اسم أبيك؟ أبي؟ نعم أبوك. لحسن بن غسان. علّه أحس بها وكأنها تريد معلومات أخرى حتى تطمئن، فأضاف: أبي كان يعمل دباغا لما ولدت، وهو الآن تاجر مصنوعات جلدية. تقدم إلي، نظر إليها واحمرت وجنتاه. أحمد المستلقي على الكنبة يتابع حوارهما. تعال، إذا كنت ولدي فسأعرفك الآن. انزع معطفك. نزع معطفه ووضعه على الكرسي. القميص. فك أزراره. أحس بحرج شديد بينما استوى أحمد جالسا يراقب ما يجري دون أن ينطق بكلمة واحدة. تقدمت المرأة نحوه، نظرت أعلى كتفه، بقعة حمراء تشبه في شكلها قطرة ماء. أنت ابني. ضمته إليها بحرارة. رأى أحمد دمعها المنهمر من عينيها المغمضتين. ظل مكانه صامتا ثم أرسلته. كانت وجنتاه قد ازدادت احمرارا. التفتت إلى أحمد وهي تمسح دموعها بمنديل. قالت له: لم أكن أظن أنني سأقابل ولدي ذات يوم، حتى أمي لم أرها منذ أن غادرت فاس قبل 35 عاما. كنت أخاف أن تعيدني إلى بيت ذلك الرجل الذي لم أحببه يوما. كان فقيرا وكنت شابة منطلقة إلى الحياة، أرفض أن أكون دون أخريات لا أقل عنهن شبابا ولا جمالا. يوم ولدته، قالتها والتفتت نحو يونس، كنت قد قررت الهروب. وضعته في بيت أمي، لم يسأل عني حتى انقضى شهران. أيقنت أن لا حياة لي معه بعدئذ. وذات مساء خرجت من بيت أمي ومضيت إلى المحطة. ركبت حافلة إلى طنجة. كان علي أن أحصل على جواز سفر. اشتغلت في مطعم شعبي عاما. تعرضت للتحرش وللإهانة أحيانا. ازداد إصراري على الرحيل. ثم ذات يوم جاءت امرأة إلى المطعم، أعجبتها وجبة طلبتها، ثم جاءت إلى المطبخ تطلب الوصفة. علمت منها أنها تعيش في بلجيكا. قلت لها أريد أن أهاجر. تحدثنا عن إمكانية إقامة مشروع مطعم شعبي هناك. أعطتني عنوانها، فليرحمها الله. هي التي ساعدتني لما وصلت إلى بلجيكا في العام 74 900 وألف. التفتت إلى أحمد وقالت: بقية القصة تعرفها. هز رأسه موافقا، مسحت دموعها، أضافت: لم أكن أرغب في العودة إلى هذا الماضي السحيق. كنت أريد أن أنسى كل شيء، حتى إحساس الأمومة.
كنت أريد أن أمحوه من أعماقي، وقد أنسيتني كل ذلك وعوضتني عنه بحب غمرني ويغمرني إلى اليوم. قال يونس: لا أحد حكى لي عن هذا، حتى جدتي لم تحكي لي قبيل وفاتها رحمها الله. هل ماتت أمي؟ نعم، ماتت جدتي منذ عامين تقريبا، وقد سلمتني تلك الصورة وأخبرتني بأنك تأتين إلى الجبهة لتمضية عطلة الصيف، ومؤخرا علمت من قريبتك تلك التي كنت تبعثين معها من حين إلى آخر ببعض الأشياء أنك قررت الاستقرار في الجبهة، ولذلك جئت باحثا عنك. صدفة لما غلبني الجوع والبرد تسللت إلى هذا المنزل، وقد عاملني العم أحمد بلطف لما أخبرته بأنني أبحث عن أمي، وقد شاء الله أن يكون البيت بيتكما. نظرت أمينة إلى زوجها يبدو متأثرا لما سمعه. قالت: أنا لم أخنك يا أحمد، لقد كتمت الذي كتمته حتى أجنبك عبء ما كنت أحمله، ربما لو كنت علمت ما تحملت وقد أكون أخطأت التقدير. اسمع يا يونس، أنت رجل الآن، لم تعد طفلا، عليك أن تعلم أنني ما رحلت وخلفتك ورائي إلا لأنني كنت موقنة أنك كنت بين يدين أمينتين، ربما أكثر عطفا وحنوا مني وقتها لما كنت في 19 أو في 20. اعذرني يا ابني ولا تؤاخذني بما قمت به وأنا في ذلك العمر، كنت خائفة من أبيك ومن أن أغرق في الفاقة، فهربت وسلكت طريقا ظننت أنه لن يعود بي إليه. نهض أحمد من مكانه وعانق ربيبه الذي لم يكن يعلم له وجودا، علم منه فيما بعد أنه معلم خياطة تقليدية. قال له يمازحه: سأعلمك حرفة أخرى تعلمتها أمك. ما هي يا عم؟ الصيد، سنبدأ بطريقة ربط الصنارة.